حبايبي الأبطال، مساء الفل، وحلقة جديدة معاكو في الأصوات. حرفين مع بعض، يو ار مع بعض، تتنطق تتنطق والفوناتكس أو ترانسكريبشن بيبقى بالشكل ده، زي 3 وبعديها نقطتين ما بين الخطين المايلين دول، ده الترانسكريبشن بتاعها. زي مثلا hurt hurt، يؤذي أو يؤلم. لما أقول مثلا my finger hurts، يعني صباعي وجعني. burn، يحترق أو يحترق أو يحرق أو يشتعل من نفسه. surf surf، يركب الأمواج بركوب الأمواج بالمركب باللوح الشراعي. turn turn، يدور أو يلف. وتيجي your turn يعني دورك، my turn دوري. nurse، ممرض أو ممرضة. hamburger hamburger burger أو hamburger اللي هو burger. verb، يتجشأ أو يعمل صوت يتكرر يعني. curly، معروفة طبعا، curly مجعد، شعر مجعد. لما أقول curly hair، شعر مجعد. curry curry اللي هو الكاري، وده نوع من البهارات. يبقى عندي اليو ار حبايبي بيتنطق زي hurt burn surf turn nurse hamburger burn burp curly curry. بالتوفيق حبايبي الأبطال، جود لك. وتعملوا سبسكرايب، اشعلوا الجرس، يعني يوصل لكم كل جديد. جود لك.